السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سونيك. عاملين إيه يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مين فينا في يوم من الأيام كان عايز مثلا يتفرج على كورس معين على اليوتيوب، ولكن لما دخل عشان يتفرج على الكورس ده لاحظ إن الكورس ده باللغة الإنجليزية أو بأي لغة تانية غير اللغة العربية، وبسبب إن هو مش أفضل حاجة في اللغة الإنجليزية ساب الكورس ده مع إنه كان مهم جدا. والكلام ده مش على الكورسات فقط، ممكن برضو مع فيلم أو مسلسل أنمي أو أي فيديو من الفيديوهات. عايز أقول لك أنا جبت لك أداة معينة بالذكاء الاصطناعي هتحل لك المشكلة دي بكل سهولة، وأنا متأكد إنها هتفيدك في حاجات كتيرة جدا. الأداة دي اسمها بليب كات. من مميزات الأداة دي إنها بتقدر تدبلج أي فيديو أيا كان اللغة بتاعته، إنجليزي، صيني أو حتى هندي، إلى أي لغة أنت عايزها، واللي طبعا منها اللغة العربية، والعكس صحيح، والدبلجة بتكون بدقة عالية جدا. ومش كده وبس، الأداة دي برضو بتقدر إنها تستنسخ أي صوت شخص بيتكلم بلغة معينة وتحول الصوت اللي تم استنساخه ده إلى اللغة اللي أنت عايزها، كأنه هو بالظبط اللي بيتكلم، يعني هيدبلج الفيديو بنفس صوت الشخص اللي بيتكلم. والطريقة دي هجربها في آخر الفيديو على فيديو من فيديوهاتي، وهستنسخ صوتي وأحوله إلى اللغة الإنجليزية، وأنا متأكد إن النتيجة هتبهركم. ويلا بينا على شرح الأداة، ولكن ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو تكرم طبعا، وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك الفيديو الجديد أول ما ينزل إن شاء الله. وهتلاقيني برضو سايب لك لينك الأداة دي تحت في الديسكريبشن أو في الوصف عشان لو عايز تجرب الأداة دي، وهتلاقيها برضو سايبها لك في أول تعليق مثبت. ويلا بينا على شرح الأداة. أول ما نفتح الموقع هيفتح معانا بالمنظر الجميل ده، ولو نزلنا تحت شوية هتلاقي إن دي فيتشرز أو المميزات اللي بيقدمها الموقع ده، ولكن إحنا مالناش دعوة بالأدوات دي وخلينا في موضوع الدبلجة. عشان نقدر نرفع الفيديو اللي إحنا عايزين نترجمه هنضغط هنا على أبلود أفايل، وبعدين هنلاقي قدامنا في خيارين. الخيار الأول هو أبلود فايل، وده في حالة لو أنا عندي فيديو موجود عندي على الجهاز وعايز أترجمه، فتقدر ترفعه من هنا على الموقع على طول. اما الخيار التاني وهو انك تاخد كوبي لللينك بتاع الفيديو اللي موجود على اليوتيوب او تويتر او التيك توك على طول من غير ما يكون عندك الفيديو على الجهاز، والموقع نفسه هيعمل ابلود للفيديو وهيرفعه عنده. ده مثلا فيديو موجود على اليوتيوب باللغة الانجليزية عايز ادبلجه الى اللغة العربية، فكل دلوقتي اللي انا هعمله هاخد اللينك اللي فوق هنا ده كوبي، وبعدين هروح على موقع بليب كات وهعمل بيست هنا، وبعدين هضغط هنا، وبعدين هيبدا انه يحمل وهستنى شويه، واول ما يخلص تحميل هختار من هنا اللغه اللي انا عايزه يدبلج بيها الفيديو، وهختار من هنا اللغه اللي انا عايزها. وزي ما انت شايف هتلاقي فيه حرفين اكتر من 35 لغه تقدر تختار فيهم اللي انت عايزه، ولكن انا هختار اللغه العربيه. وبعدين من هنا هتختار الصوت اللي انت عايزه يدبلج بيه الفيديو بتاعك، وزي ما انت شايف هتلاقي موجود فيه 3 خيارات. الخيار الاول هو انك تدبلج الصوت الى صوت رجل واللي اسمه حمدان، وتقدر تجرب صوته من هنا. والخيار التاني انك تدبلج الصوت بصوت بنت واللي اسمها فاطمة. اما التالت خيار وده اللي انا هستخدمه، وهو انك تدبلج الصوت بصوت الشخصية نفسها اللي بتتكلم عن طريق استنساخ الصوت، وهتضغط عليها وبعدين هتضغط على ترانسليت، وبعدين الفيديو هيبدأ يعمل بروسيسنج، وهنستنى شوية، وبعد ما خلص هتلاقي ان الفيديو بدا يحمل تحت بالمنظر ده، وبرده هتستنى شويه، وبعد ما الفيديو خلص تحميل هنضغط هنا علشان نجرب الفيديو، وصفحه جديده هتفتح معانا بالمنظر ده. من الاوريجينال فيديو بتقدر تشوف الفيديو قبل الدبلجه، ومن ترانسليتد فيديو بتقدر تشوف الفيديو مدبلج. وخلينا دلوقتي نشوف جزء من الفيديو قبل التعديل وجزء بعد التعديل، ولكن عايز تركز على الكلام الشخص اللي بيتكلم عشان تلاحظ استنساخ الصوت. In this video, I'm going to explain how most coding jobs are going to be replaced by AI, and honestly, it actually already started. Now, unless you've been living under a rock, you've probably heard of this thing called ChatGPT. It's made by the same company that created DALL-E, and unless you've been living under a super deep rock, then you probably have heard of DALL-E. DALL-E is this crazy AI that generates these really impressive... في هذا الفيديو سأشرح كيف ستحل الذكاء الاصطناعي محل معظم وظائف البرمجة. وبصراحة، في الواقع قد بقت بالفعل. الآن أنا ملامتك منعزلا ربما سمعت بهذا الشيء. شات جي بي تي صنعت من قبل الشركة نفسها اللي أبدعت دول، وما لم تكن تعيش تحت صخرة عميقة جدا، فمن المحتمل أنك سمعت عن دولي. دولي هو ذا الذكاء الاصطناعي المجنون اللي ولد هاي الصور المثيرة. زي ما انت سمعت كده حرفين استنسخ صوت بنسبة كبيرة جدا، او هي تقريبا، ولكن الشيء الجميل جدا ان هو دبلج الفيديو بطريقة احترافية، وحرفين نسبة الاخطاء صغيرة جدا، واللي احنا نقدر نعدل عليها من هنا عشان نقدر نظبط جميع الاخطاء. هتلاقي هنا قدامك كل الكلام اللي اتقال في الفيديو، واللي هو الدبلج من الانجليزية الى اللغة العربية، وتبدأ من هنا تبحث عن الاخطاء وتعدل عليها، ولكن اضغط هنا بعد ما تعدل على خطأ علشان يتم اضافه التعديل الجديد اللي انت عملته. ومن السبتايتل هنا بتقدر انك تعدل على السبتايتل بتاعك اللي موجود اسفل الفيديو، وتقدر مثلا تعدل على ستايل السبتايتل وتختار الستايل المناسب ليك. ومن هنا بتقدر تعدل على الفونت علشان لو مش عاجبك شكل الفونت، ومن هنا بتقدر تكبر او تصغر حجم النص. بعد ما انت عدلت وتاكدت من كل حاجه هنضغط من هنا على داونلود علشان نحمل الفيديو، وهنلاقي ان في قدامنا اربع صيغ مختلفه،
لتحميل الفيديو. اول صيغه وهي صيغه الفيديو العادي واللي هي بتبقى MP4، اما الاوديو هي بتبقى صيغه MP3، يعني صوت الدبلجه هيكون موجود فقط. اما الاوريجينال سبتايتلز بتقدر انك تحمل ملف ترجمه الفيديو الاصلي، اما ترانسليتد سبتايتلز بتقدر انك انت تحمل ملف ترجمه الفيديو بعد التحويل، او بمعنى اصح بعد ما عملت الدبلجه. ولكن هختار من هنا الفيديو عشان احمله بالصيغه العاديه ويتحمل معاك على طول. خلينا دلوقتي بقى نجرب ان انا استنسخ صوتي واحوله الى اللغه الانجليزيه ونشوف فعلا هل هيقدر يستنسخ صوتي ولا لا. وهنعيد نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه، ولكن المره دي مش هاخد كوبي للينك لان انا الفيديو بتاعي موجود عندي على الجهاز، وهعمل ابلود للفيديو على طول. واول ما فيديو يتم رفعه هختار اللغه اللي انا عايزه يدبلج بيها، وهختار اللغه الانجليزيه، وهختار طبعا اختيار ده علشان عايزه يستنسخ صوتي. وبعدين هضغط على ترانسليتد عشان يبدا يدبلج للفيديو. وبعد ما اخلص الفيديو خليني اول حاجه نشوف الفيديو قبل الدبلجه وبعدين نشوف بعد الدبلجه. هو انت ازاي تضيف اي شورت كات على الماكرو ديك؟ يعني مثلا تضيف يوتيوب او اي موقع انت تفتحه كل يوم؟ ولو انت اصلا مش فاهم انا بقول ايه وايه هو اصلا الماكرو ديك وايه هو الكلام اللي انا بقوله ده، انصحك جدا تشوف اول فيديو اللي سايبه في اول كومنت، خش اتفرج عليه وبعدين تعالى هنا. اولا ازاي اصلا بضيف اي شورت كات لصفحه؟ لو فرضا مثلا انا عايز اعمل شورت كات لليوتيوب، هخش عادي على اليوتيوب وبعدين How do you add any shortcuts to macro deck? It means, for example, you add YouTube or any website that you guys open every day, even if you don't understand what I'm saying and what the macro deck is in the first place and what the words I'm saying are. You'll wake up very excited to see the first video we left in the first comment. Go watch it and then come back here. How do I add a shortcut to a page? Suppose I want to create a shortcut for YouTube. I'll just check it out on YouTube. زي ما انت سمعت وشفت كده، حرفين الدبلجه كانت كويسه جدا واحترافيه، ولكن فعلا كان في بعض الاخطاء ولكن كانت بسيطه جدا وتقدر انك تعدل عليها زي ما انا قلت لك من شويه من هنا. بصراحه انا شايف ان هو قدر يستنسخ صوتي بنسبه كبيره، ولكن عايزك تكتب لي تحت في الكومنت هل فعلا قدر يستنسخ صوتي ولا لا. وما تنساش انك تضغط على داونلود علشان تنزل الفيديو عندك، علشان تبقى فاهم كده الموقع ده مدفوع وغير مجاني، ولكن بيسمح لك انك تستخدم دقيقتين مجاني عشان تجرب الموقع. ولو انت عايز تشترك في الموقع وتاخد اكتر من دقيقتين هتضغط هنا على برايسنج وهتلاقي ان في كذا بلان عندك قدامك، ولكن دي افضل بلان انصحك بيها ويعتبر ان سعرها معقول، واللي بتاخد منها 90 كريدت يعني تقريبا 90 دقيقه تقدر انك انت تستخدمهم في دبلجه الفيديوهات. ولكن الصراحه انا شايف فعلا ان الاداه دي تستاهل انك تدفع فيها، لان من مميزات الاداه دي هتخليك تقدر تعمل محتوى اجنبي، يعني انت كل اللي هتحتاجه هتصور فيديو باللغه العربيه وتروح بيه على موقع وتدبلج الفيديو باللغه الانجليزيه او باي لغه ثانيه انت عايزها. عموما هتلاقي جميع اللينكات الاداه دي تحت في الوصف، وهتلاقيها برده مثبته عندك في اول تعليق عشان لو عايز تجرب الاداه. ما تنسانيش بقى في اللايك والسبسكرايب لو تكرم طبعا، وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك الفيديو الجديد اول ما ينزل ان شاء الله. وسلام بقى لو انت عملت لي مشاركه للفيديو هكون شاكر جدا ليك. بس كده، كان معكم سونيك، في امان الله.